نكمل مع بعض في سلسلة ملخصات التطور ليس علم حقيقي، وبكمل في تلخيص القسم السابع الرد على حفريات ادعاء تطور الإنسان، وناخد ملخص 168 حفرية أخرى لإريكتس تثبت خطأ التطور. الحفرية التالية حسب ترتيب الأعمار لإريكتس هي حفرية باسم يوانوم نومو مان، أنا آسف لو كنت بأنطق اسمها خطأ لكن ده اسم صيني. هي كما نرى فقط للسنتين مع حجر صغير، اعتبروا الحجر ده آلة حجرية بشرية. اكتشفت في مقاطعة صينية في مايو 1965 بواسطة عالم صيني اسمه فانج، وعلى مقربة منه لقيوا الحجر ده وحددوا عمره بفرضية أعمار الطبقات بالمقياس الإشعاعي ب1.7 مليون سنة، وده اللي أغلب العلماء مصرين على هذا العمر، لكن علماء تانيين كانوا بيحاولوا يقللوا العمر. إزاي يكون موجود إريكتس في الصين من هذا الزمان البعيد قوي؟ فكانوا بيحاولوا يصغروا عمرها، ففي محاولة في سنة 1976 تصغيرها إلى 1,640,000 سنة، في سنة 1977 محاولة لتصغيره إلى 800,000 سنة، في سنة 1983 محاولة أخرى لتصغيره إلى 600,000 سنة. عشان تعرفوا إن الأعمار غير ثابتة، ده كله دول بالمقياس الإشعاعي اللي ما تنفعش تجادل فيه، ورغم كده متغير، عشان تعرفوا الأعمار غير ثابتة وبيغيروها كما يشاءوا بما يناسب فرضيتهم. لكن الرقم الثابت حتى الآن وأغلب العلماء بيتكلموا عنه اللي هو 1.7 مليون سنة. اعتبروها حفريات هامة جدا لأنها أقدم حفرية اعتبرت للإنسان إريكتوس في الصين، وأقدم من إنسان بكين اللي هندرسه لاحقا تقريبا بمليون سنة، فيعتبر أقدم آثار للإنسان في شرق آسيا. لكن الأسنان دي مش أسنان بشرية قوي، فقالوا دي أسنان تشبه قردة الهابلس، أو حتى اللي بيحاولوا يدعوا أن هابلس ده إنسان هومو هابلس. وإحنا عرفنا هابلس زي ما قالوا العلماء صفيحة نفايات، كيس زبالة بيرموا فيه حفريات قردة مع بشر في نفس الوقت. لكن ما كانوش قادرين أن يقولوا الهابلس ولا إريكت ولا أسترالوبيسيكس القردة. ليه؟ لأن دول المفروض في أفريقيا بس، وتطوروا في أفريقيا لغاية ما وصلوا للإنسان إريكتس اللي خرج من أفريقيا. فلازم رغم ان شكل الاسنان دي تشبه الاسنان الهابلس وسترولوبيسكس القرده، لكن برضو مصرين يقول عليها هومو اريكتس. لكن لقيوا معاه ادوات حجريه، فزي ما قلت لقيوا معاه السنتين دول الاداء الحجر ده اللي اعتبروه ان ده اله حجريه، وافترضوا ان الكائن صاحب السنتين هو صاحب الحجر المفترض ان هو اداه، رغم ان مفيش دليل. وبعدها لقيوا أداتين تانيين حجريتين، فأصبحوا كده عندهم ثلاث أدوات، رغم أنه الشكل قدام حضراتكم فين شكلهم، دي مش أدوات حجرية، دي أحجار عادية، ولكن ده اللي بيفترضوا. اتنين منهم وجدوا في طبق أكثر انخفاضا بخمسين سنتي، يعني حسب فرضية أعمار الطبقات لازم يكون أقدم، والحجر التالت أعلى بمتر. الغريبة اللي ما بيتكلموش عنه كتير، ولكن هتلاقوا إشارة لي في الويكيبيديا تحت اسم الحفرية دي، إن لقيوا معاه عظام حيوانية ولكن عليها أثار حريق نار. يعني ده في بشر طبيعيين كانوا بيصطادوا الحيوانات دي وبيشوهم ويأكلوهم بما فيها السنتين بتعوت القردة دول. يعني الإنسان موجود قبلهم، يعني الإنسان موجود في آسيا، في آخر آسيا في الصين، من قبل 1.7 مليون سنة، وده كارثة للتطور، لأن هو لسه في أفريقيا، لسه قردة حيتطور للإنسان. يعني الأغلب ده سنتين حيوانات زي قردة هابلس وسترولوبيسيكس، كان الإنسان بيصطادها ويشويها ويأكلها. ورغم كده بيحاولوا يدعوا أن هي دليل على التطور، رغم أن هي دليل واضح آخر يثبت خطأ التطور. اللي المشكلة دي جعل حتى مؤيد التطور يتجادلوا غير متقبلين أن جدود الإنسان وصلت للصين من هذا الوقت، فلسه الإنسان حيتطور في أفريقيا ويكون موجود في الصين من مليون سنة قبل بقية المراحل المزعومة. البعض حاليا بيقول إن هي من 500 ل 600 ألف سنة بس، ولكن بقية العلماء والأكثر انتشارا هو 1.7 مليون سنة، وده دليل واضح إزاي بتلعبوا بالأعمار فقط عشان يفصلوها تبقى مناسبة لفرضيتهم المزعومة اللي معروف إن هي خطأ ومليانة أخطاء. ده كده زي ما قلت إشكالية، لأنه أقدم من وصول الإنسان للصين بمليون سنة، وهو الأقدم كمان من بعض المراحل الإنسان اللي لسه قردة هتتطور للإنسان فيما بعد في أفريقيا. ففي النهاية توضح لحضراتكم أولا كيف أن أدلتهم وهي ولا تعتمد على أي أدلة، لكن تعتمد على وهم وخيال وتخمين بس عشان يثبتوا عقيدتهم التطورية اللي عليها أدلة
علمية تثبت خطأه. اللي عايز تفصيلات الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للموضوع التفصيلي في موقع دي أرغالي.com بعنوان حفريات أخرى لإريكتوس تثبت خطأ التطور.